غريبة، قصة حلوة. بلشت من أكتر من 70 سنة، بلشت يعني بدأت في الزحام ومشينا احنا في الشارع الرئيسي في وسط البلد. ولازم لما تيجي، احنا ما جينا النوبة اللي فاتت ما عرفناش ندخل لحبيبة، كان في صعوبة شديدة جدا. حبيبة من محلات ليها كذا فرع في عمان، لكن الفرع ده زي ما انتم شايفين كده طول الوقت الطابور ده واقف عشان ياكل الكنافة دي. ايه القصة الحلوة وليه بقى لها اكتر من 70 سنة؟ هنعرف التفاصيل لما نخش جوه، بس يا ربنا يسهل ونعرف ننفد وسط الزحمة. اخيرا احنا في محل حبيبة، لان كذا سنة نيجي ومش عارفين نوصل لكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مهند، اهلا فيك. الله يخليك. انت الحفيد. شرفنا. انا الحفيد الحاج محمود. الحفيد الحاج محمود حبيبة. ايوه بالظبط. حبيبة ده اسم العيلة؟ اسم العيلة حبيبة. كنتوا في فلسطين؟ من نابلس. احنا من نابلس. وصلنا من نابلس مظبوط. نابلس ده شغلتكم بالظبط. ايوه شغلتنا. هو كان في فلسطين بيعمل الكنافة دي؟ هو بلش كده. هو مواليد الحاج محمود الله يرحمه، كان مواليد نابلس. انتقل للقدس بعديها. بلش يتعلم المهنه في القدس. هو اللي اول واحد تعلم. اول واحد يعني ما كانش لي اب بيعملها. لا لا، اول واحد هو تعلم المهنه. اشتغل وهو صغير. ايوه تعلم المهنه في القدس. هو مواليد 1927، انتقل للقدس بال 45 1945، تعلم المهنه سنتين زمان في القدس. بعدين بلش هنا، اجى بال 48 اجى على الاردن. انت جيت في الاربعينات؟ 48 بلشنا بالاردن، فتح محل بسيط اللي انت هلا فيه، محل بسيط. هو ده بال 1951. ده مظبوط. هو ده 1951. هذا المحل اللي انت فيه. محل صغير. بال 1951. كويس. اول محل، اول الحاج محمود حبيب الله يرحمه. وهو اللي كان بيعمله. هو المؤسس المحل هذا، كان يداوم من الساعه 6 الصبح يعمل الكنافه بايده. ينزل يعمل الكنافه بايده من 6 الصبح. بلشنا في محل بسيط، فكرة بدائية، أدوات بدائية، والحمد لله هلأ توسعنا وصار لنا فروع بالعمام. راح ده قصة كبيرة. أهلا. الحاج محمود الله يرحمه عمل الكنافة بنفسه. طبعا. في المكان ده. وهو بيبيع برضه. طبعا. هو اللي عمل كل حاجة. بلش لحاله. قعد قد كده كم سنة؟ بلش بال 51، قعد له 15 سنة تقريبا. لوحده. وبعدين كان معه أخوه، أخوه شريك. بعدين صار لحاله في المحل هذا، وجاء بعدين ابنه هاني. من ابنه كبير. ابنه هاني اللي هو والدي. الكبير ده. الكبير. من عمره 18 سنة، 17 سنة بلش يساعده في المهنة. هو والابن الكبير. أيوة اللي هو والدي. والدك بيشتغل برضه بيعمل الكنافة. والدي هلا هو اللي بعد الحاج محمود الله يرحمه، هو اللي متولي الموضوع، متولي المهمة. لغايه دلوقتي والدك يعمل سنة الكنافة؟ طبعا. هو اللي بيعملها؟ يعني هلا بيساعد فيها. موجود يعني؟ مشرف عليها يعني. موجود طبعا، مشرف عليها. وانت كمان؟ دائما. وانا انا واخواني. يعني الاستوات دول ما بيعملوش، بيبيعوا بس. الشباب هذول بيبيعوا وبيعملوا جوا في الداخل. طبعا الاشراف موجود منا دائما موجود. كم واحد بقى من الاولاد والاحفاد اشتغلوا؟ الحاج محمود وابنه واولاد هاني حبيبه اللي هو الابن الاكبر. كلكم بقى انتم مع بعض، كل حبيبه هي الاصل ولا في ناس حبيبه هون؟ لا، اللي هو اذا انتبهت عليها العلامه الزرقاء. الحاج محمود حبيبه واولاده. لنا 5 فروع في عمان وفرعين في السعودية في الرياض فقط لا غير. أي فروع أخرى حاضرين نتشرف لي جايبكم. أكيد أكيد إن شاء الله. الطابور اللي بره ده ماله؟ بيقعد طول النهار. هذا على طول اليوم. طول اليوم. طول اليوم الحمد لله. ليه يعني مختلف؟ هنا كمان هنا في زحمة. المحل الرئيسي هناك ما عندوش زحمة. اللي فوق. وفي محل في شارع المدينة، المجمع الكبير في شارع المدينة منورة. الناس تحب تيجي هنا. هنا يعني برجع ذكرياته. هون نفسيا الزبون برجع لذكرياته. لما يجي بده يوقف على الدور برجع لذكرياته قبل 60 سنة 70 سنة، وهو باكل صحن الكنافة بالدخلة هاي. فهو برجع بضل يعيد بذكرياته. يعني ذكريات حلوة هاي بتكون عنده، لأنه بيقول لي الكنافة هنا زي اللي في المحل الكبير. طبعا نفس التصنيع نفس كل شيء. إنما هم يحبوا يجوا هنا. يعني بحب يوقف على الدور، يوقف على الطابور، زي ما قلت لك يعيش ذكرياته. يعني هو يعني هلا الاب صار يجيب ابنه، والجد صار يجيب حفيده على المحل هذا.
يعني هذا المحل تراث، تراث في الأردن. يعني إذا اللي بيجي على الأردن، السائح اللي بيجي على الأردن وبكلش من حبيبه، هذا وسط البلد خاصة، زي كأنه ما جاش على الأردن. صحيح، ما هو كل الناس قالوا لازم تروح الحبيبة. اه لازم، لو الولاد دول حد منهم غاب انت توقف تعمل كده؟ تعرف تعمل زيهم؟ طبعا اكيد تعرف. اكيد انا وانا عمري 14 سنة 13 سنة بشتغل في الشغل. تعرف تقطع؟ اكيد. هم بيدفعوا الفلوس برا وبعدين بيجوا بالوقت. ايوه بعطوا الوصل بالضبط. ما فيش بقى تبعتوا البيوت والحاجات دي؟ هلا هون المحل عندنا، هذا المحل خاصة، بس اللي بيجي باخذ على طول صحن او سفري على طول. توصيل للبيوت او تواصي خاصه في الفروع الثانيه، في فرع هنا اللي جنب مطعم القدس، ايوه 100 متر لقدام، في فرعين بشارع المدينه المنوره، الفرع الكبير اللي انت بتحكي عنه المجمع الرئيسي، طبعا هذا فيه جميع اصناف الحلويات، غربيه عربيه شرقيه، علب للسفر، كنافه مجمده للسفر، كل شيء موجود. المحل الثاني فيه، والمحل بشارع المدينه المجمع الكبير، فيه صالة أعداد كمان، صالة للجلوس، فيه كافيه مشروبات. ايه الفرق بين الكنافة دي ومحلات الكنافة كتير؟ وين؟ محلات الكنافة كتير في عمان. مظبوط. ايه عندكم ايه؟ مش الأساس بالكنافة اللي هي الجبنة. جبنة طبعا. والجودة دائما لازم تكون الجودة تمام. هلا نكهة الكنافة من 70 سنة لليوم واحد، كل يوم والدي الله يطول له عمره بنزل بشرف على كل هذا الشغل، بدوق الكنافه، لازم يدوق لقمه كنافه، لازم كل يوم. شوف 100% ولا 99%، بصيرش تكون بصيرش تكون 99%، ما عندوش كلام. ما في مجال. طب وانت اولادك داخلين في المهنه؟ اولادك؟ انا لسه اولاد صغار. هتدخلهم؟ اكيد هتدخلهم. انتم معروفين عشان نحافظ على هذا الورثه. انتم معروفين في الاردن، الناس تقول لك حبيبي. طبعا انت اكيد لما جيت على الاردن قالوا لك روح حبيبي. امال ايه؟ احنا بقول لك انه فدينا زحمه ما عرفناش نوصل. اهلا وسهلا، محلك محلك وشرفتونا. لا يا عم نورتونا. على كل الاحوال نخش جوه بقى نشوف بيسمعوا ازاي كلهم. اوكي ولا يهمك. طبعا المواد العجينة الكنافة والجبنة المحلة هي بتيجي جاهزة. طبعا هالعجينة بنبلش فيه من الصفر. من مصنعنا عندنا بالمصنع بتيجي كده بيجي جاهز هنا، بس بفرد العجين مع الجبنة المحلة وبحطها على الغاز زي هيك زي ما انت شايف. نشوفه بحط جح يحط لنا. هلا بيعمل لك سدر قدامك. اسمها سدر دي؟ سدر. هاي سدر. طبعا هذا سدر نحاس. نحاس عشان سدر النحاس للكنافة طبعا احسن. ايوه يساوي مزبوط النحاس. انت بتشوف ايه؟ خليه هذا ما تقلبه، بشوف اذا استوت ولا ما استوت. بصم لك واحد هذا، خليه نقلبه بس يجهز ماشي، حطه تحت. هذا بيعملها زي طريقتنا زمان، يقعد يلف الصناية. احنا هنا ضلينا بهذا المحل زي 70 سنة زي هيك، بس طبعا اول قبل 70 سنه كانت الكنافه على الفحم بهذا المحل. طبعا كانت تنعمل على الفحم وتنحط هناك على الفحم. هيحط بقى وحط الكنافه المبشوره. بدك تحط العجين هلا. هيحط الجبنه بقى. دي جبنه؟ هاي جبنه. هلا بنبصم لك كيف من الاول كمان. بحط العجين. الجبنه دي هتسيح بقى شويه. ايوه زي هيك. هي سايحه، هي جاهزه. هيحط عليها كنافه تاني؟ لا خلص هلا بقلبها. بقلبها وبنحط عليها قطر سخن. بتقلبها زي دي؟ هلا برجيك كيف بقلبها. هسه يعني حالا حيوريني. طبعا هاي ناعمه، الكنافه هاي ناعمه. هسه يعني حالا. هاي الكنافه الناعمه هلا بفرجيك اياها، وهلا بنقلب الخشنه. اللي انت يعجبك. ده زي ما كانت امي بتعمل الكنافه بالظبط. بالظبط كده. الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. بطول. تسلم ايدك. طبعا هاي هلا بنحليها بطر سخن من هناك. على طول بقى شفتها هناك بتعمل لها. لا بنحليها من هنا قدامك. لازم وهي سخنه. لازم وهي سخنه. لازم نحط عليها القطر والسخن، والقطر سخن. لا حتى العسل سخن. العسل كمان سخن. لازم. يعني الاثنين سخنين. استنى يا يلا. ايوه
استنى ايدك تاني ايدك تاني بدك تبصم له سدر؟ هلا بنبصم له سدر. يا سلام، الله اكبر الله اكبر. خلص رح تخرب عليه. بدك تبصم سدر هون؟ ها؟ فرجيك كيف بحط السمنه والعجين. شوفوا بقى بحط العجينه ازاي. تعال حسن، هنبدا واحده من اول وجديد. دي سمنه. بتاعت دي سخنه؟ لا بارده. سخنه. احنا بنبدا الصينيه من اول وجديد. هاي عجينه الكنافه الناعمه. بفرد العجين على طول السدر. لازم كل السدر يكون العجين نفس الخمل. ما شاء الله على ايدك. ايده جابها كده فرد. لازم العجين على كل السدر نفس الخماله، نفس السمك. بتشتغل كم ساعه في اليوم؟ انا بشتغل 12 ساعه 10 ساعات. بس باين عين مبسوط. مبسوط. اذا مش مبسوط بطلعش كنافه زاكي. مبسوط خلاص. اذا مش مبسوط بطلعش كنافه زاكي. كنافه لازم تكون مبسوط. إذا كانت النفس مش طيبة ما بتطلع زاكي. هاي حط الجبنة بقى. دي جبنة أصلها لبن إيدي. جبنة هلا هاي الجبنة غنم وبقر. غنم وبقر، الاثنين مع بعض. خلطتهم على بعض. أيون. بعد المرحلة هاي. خلاص كده. تنحط على النار. ده انت بتتشاوي هنا. الحمد لله. ربنا يديك الصحة. الله يعطيك العافية. متشكرين جدا، ألف شكر. حبيبي ألف شكر. يلا بينا. متشكرين يا استاذ مهند. انا بشكرك جدا وتعبتك معايا وعطلتك معايا. نورتنا في الاردن. بتيجي هنا كل يوم؟ كل يوم لازم. هنا غير هناك؟ هون وهناك كل فروع. تفضل تلف لازم. ربنا يديك الصحه. اهلا وسهلا. سلم على الوالد. نورتونا وشرفتونا في الاردن. شكرا جدا. اهلا وسهلا. شكرا جدا. السلام عليكم.